بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرغنا من مقدمات الشارح سعد الدين التفتازاني رحمه الله، ثم بعد ذلك أتى بالتمهيد وتوطية لقول المصنف قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. ما هذه التوطية؟ هذا قوله. ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثم منها إلى سائر السمعيات، ناسب تصدير الكلام بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض وتحقق العلم بهما، ليتوسل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم فقال. نعم، هذا الكلام توطية لقول المصنف قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. لما أتى بهذه التوطية؟ لبيان مناسبة قول المصنف في بداية كتابه وبيان هذه المسألة، يعني مسألة حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحققة. لما ذكر في أول كتابه هذه المسألة؟ فهذه المسألة ليست من مسائل علم الكلام، هذه مسألة ليس من مسائل علم الكلام، ليس من يعني مما يتعلق بذات الله تعالى ولا بصفاته تعالى ولا بالنبوات ولا بأحوال الملائكة ولا مما يعتقد في يعني في البرزخ أو في الآخرة هكذا، بل هذا مسألة من علم الحكمة، من علم الفلسفة. يعني بعض من الفلاسفة أنكروا حقائق الأشياء كما سيأتي بيان مذاهبهم، هم أنكروا. عندئذ علماء أهل السنة تصدوا للرد عليهم ودفع آرائهم وإظهار فساد عقيدتهم، تصدوا وهكذا بيّنوا. ثم هذا إثبات وجود هذه الحقائق، ثبوت هذه الحقائق في نفس الأمر، وكذلك ثبوت العلم بوجودها وثبوتها أمر لا بد منه بالنسبة إلى علم الكلام. لماذا؟ مع أنه ليس من مسائل علم الكلام، بل هذا واجب إثباته. لماذا؟ لأن الاستدلال على وجود الله تعالى وعلى توحيده وصفاته وأفعاله مبني على وجود المحدثات أو على وجود حقائق الأشياء وثبوتها، لأجل ذلك واجب، لأجل هذه المناسبة صدرها، لم يأتي بها لأنها من مسائل علم الكلام. إذن دفعا لتؤييها من أتى بهذه التوطية. ثم كلمة ثم للترتيب الذكري. ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع، وضع علم الكلام هكذا، ماذا؟ استدلال بوجود المحدثات، استدلال بالمحدثات
لكن هو صرح بوجود المحدثات لأن هذه المسألة في الوجود والثبوت. لماذا؟ لأن من أنكر أنكر وجود المحدثات وثبوتها وحقيقتها بنفس الأمر وتحققها بنفس الأمر. نعم، استدلال بوجود المحدثات على ما؟ على وجود الثاني، يعني هكذا، يعني كما سنبين فيما بعد أن العالم أعيان وأعراض. الأعيان إما مركب أو غير مركب، ثم هذه الأعيان والأعراض كلها حادثة. لو كان كلها حادثة فيجب، فلا بد من محدث لهذه المحدثات والحادثات. من هذا المحدث؟ هو الله تعالى. فهذا هو أسلوب علم الكلام. نعم، هذا الذي قال لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع. دليل وجود الصانع ما هو؟ هذه المحدثات، هذا العالم هو دليل يعلم به وجود الصانع. العالم وزن فاعل، ما يفعل به، هذا معنى الوزن. فإذا يكون معنى العالم ما يعلم به. ماذا يعلم بالعالم؟ يعلم به صانعه وصفات صانعه، هكذا. نعم، وجود الصانع وتوحيده، توحيد الصانع. لا يتعدد الصانع، لو تعدد الصانع يعني لا يفسد العالم كما سيأتي. وصفاته وأفعاله، يعني كونه حيا عالما، هكذا هكذا. ثم وأفعال الله تعالى. نعم، ثم منها إلى سائر السمعيات. بعد إثبات الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ينتقل إلى ما؟ إلى سائر السمعيات. ينجر البحث، يذهب البحث والكلام إلى أين؟ إلى سائر السمعيات. يعني لو اعترف واحد بالصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، ثم لا بد أن يسمع ويقبل السمعيات. وهكذا الترتيب. يعني السمعيات لا يثبت بالعقل، بل يثبت بالسمع، يعني بالآيات والأحاديث. فإذا من الذي يعتقد ويعتمد ويتمسك بالآيات والأحاديث؟ من يعتقد الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، هكذا. لذلك منها إلى سائر السمعيات ناسب. لما كان الأمر هكذا ناسب تصدير الكلام. تصدير الكلام يعني تصدير علم الكلام بالتنبيه على، يعني تصدير مسائل علم الكلام، تصدير يعني الاتيان في الصدر أو في صدارة البحث. ماذا يأتي في صدارة البحث؟ التنبيه على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض. وهذا بالنظر إلى من؟ إلى وجود من ينكر هذا الوجود. فإذا أولا نثبت هذا الوجود، ثم نستدل به على وجود الثاني، هكذا. على وجود ما يشاهد من الأعيان والأعراض، هذا أمر مشاهد لا يمكن أن ينكر. هذا لنا يعني عندنا هذا وقت نهار، هل ينكره أحد؟ لو كان ينكر أحد يعني ففي عقله خلل، لا شك. كذلك حال من ينكر المشاهدة، وهذا مشاهد مع ذلك هم أنكروا. نعم، فإذا في هذا التعبير إظهار رداءة حال هؤلاء المنكرين ودناءتهم. ثم والأعراض، الأعيان والأعراض، هكذا قسمان العالم، ليس هناك قسم ثالث كما اعترفه الفلاسفة. نعم، ثم وتحقق العلم بهما، هذا موجود. ثم هل يمكن العلم بالوجود؟ وهذا أيضا يعني هنا بعض فرق الفلاسفة أنكر العلم به، بعض أنكر الوجوب وجودا، وبعض أنكر العلم بالوجود. هم يعني
أصحاب تردد في وشك في جميع الأمور. نعم. وهم يشكون هل يشكون هكذا كما سيأتي. نعم. لأجل ذلك قال وتحقق العلم بهما. نعم. بالأعيان والأعراض. ناسب لماذا هذه المناسبة؟ ليتوسل بذلك إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. فإذا لو صدر هذا التنبيه يمكن أن يتوسل بذلك، يجعله وسيلة إلى ما إلى معرفة ما هو المقصود الأهم. ما هو المقصود الأهم؟ المقصود الأهم يعني إثبات الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله، هذا هو المقصود الأهم. نعم. فقال ناسب فقال، هذا فقال عطفنا على قوله ناسب. لأجل هذه المناسبة قال المصنف عمر النسفي رحمه الله تعالى قال قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة. قال أهل الحق، ثم يبين من هو أهل الحق، من المراد بهم. نعم. ثم فقال، قال المصنف هذا مقول هذا القال يعني قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، هكذا يعني جملتان أو ثلاثة فقط، ولم يدخل ما بعده من مقول قال من قوله فقال. نعم. لماذا؟ هذا الكلام في تصدير كلامه كتابه بهذه المسألة. فإذن مقول قال من فقال هذا فقط، أما هنا في المتن قال أهل الحق، ما هو مقول هذا القال؟ يعني هل هو تمام الكتاب أو هذه المسألة فقط، يعني مسألة ثبوت حقائق الأشياء والعلم بها، هكذا قال البعض. لكن يذكر أحمد الخيالي رحمه الله الظاهر أن المقول مجموع ما في الكتاب. قال أهل الحق ماذا قال؟ ليس مسألة واحدة بل إلى تمام الكتاب مقول أهل الحق. نعم. فالمراد بأهل الحق أهل السنة والجماعة. نعم. هذا اتفاق، أهل الحق أهل السنة والجماعة. نعم. أهل السنة والجماعة يعني كما بينت أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي رحمهم الله تعالى. نعم. يعني بعد زمنهما هؤلاء أهل السنة. نعم. وإن خص بقوله حقائق أهل حقائق الأشياء ثابتة، فالمراد أهل الحق في هذه المسألة وهم ما عدا الصوفسطائية أن آخرهم، ويحتمل أن يراد أهل الحق في جميع المسائل وهم أهل السنة، وتخصيصهم بالذكر اعتداد بهم فكأنهم هم القائلون. نعم. ثم يمكن تخصيص المقول بهذه المسألة فقط، يعني مسألة حقائق الأشياء ثابتة. لو كان هكذا من المراد بأهل الحق؟ أهل الحق يعني أهل الحق في هذه المسألة. من هم؟ هم ما عدا الصوفسطائية، يعني الصوفسطائية من الفلاسفة أنكروا حقائق الأشياء والعلم بها، لأجل ذلك أهل الحق يعني غيرهم من آخرهم، سواء كانوا أهل السنة أو غير أهل السنة. ما عدا الصوفسطائية كلهم يدخل في أهل الحق، يعني في هذه المسألة، في هذه المسألة هم يقولون الحق. ممكن بعض من يقول بثبوت حقائق الأشياء والعلم بها يقول بباطل في مسألة أخرى، ذاك أمر آخر. نعم. هكذا إما تعميم. ويحتمل أن يراد أهل الحق، يعني بناء على التخصيص أيضا يمكن أن يراد أهل الحق في جميع المسائل ليس في هذه المسألة وهم أهل السنة، يعني أهل السنة هم أهل الحق في جميع المسائل، لا يكون عندهم باطل أصلا.
هذا شرفهم. ثم وتخصيصهم بذكر اعتداد بهم. فإذا لو كان المراد بأهل الحق أهل السنة، فإذا في هذه المسألة ليس أهل السنة فقط أهل الحق، بل غير أهل السنة أيضا من أهل الحق في هذه المسألة. لماذا؟ لما حيث عصبت حقائق الأشياء واللم بها. فإذا لماذا خصوا يعني أهل السنة خصوا بالذكر؟ هذا اعتدادا بهم، أما غيرهم لا يعتد بهم، ما هما قالوا من الحق من نعم حق لا يعتد بقولهم. نعم هكذا المراد أهل السنة. ثم هذا كستلي أشار إلى أمر آخر، يعني مصنف لما عبر بأهل الحق المراد يعني أهل السنة، فإذا لما لم يعبر بأهل السنة؟ يعني على تأويلين المراد بهم أهل السنة، إذن لما اختار المصنف عبارة أهل الحق بدل عبارة أهل السنة؟ يشير إلى فائدته مصلح الدين الكستلي في حاشيته، قال قيل أراد به أهل السنة والجماعة، عبر بهم به عنهم، يعني عبر بأهل الحق أن أهل السنة ترغيبا في سلوك سنتهم والاقتداء بسنتهم. نعم هذا هو، يعني لو كان أهل السنة أهل الحق ففيه ترغيب في سلوك سنتهم والاقتداء بسنتهم، هذا هو حكمة التعبير بأهل الحق أن أهل السنة. نعم وفيه تعريض بغير أهل السنة، يعني بأهل البدع أنهم أهل باطل، وفيه ترغيب عن سلوك سنة أهل البدعة والاقتداء بسنتهم، فيه ترغيب عن شيء ليس ترغيب في الشيء، بل يعني ترغيب وتأخير تخليف، بل تنفير وتكريه سلوك سنة البدعة. نعم هكذا جانبان يوجد. قال أهل الحق وهو، ثم يبين ما هو الحق، وهو الحكم المطابق للواقع. الحق ما معنى الحق؟ الحق يعني الحكم المطابق للواقع. إذن حكم كما تعلمون هي نسبة. نعم الحكم ذكرنا فيما مضى يعني ثلاثة معان للحكم، هكذا أذكر، هل بينت في هذا الدرس أو في درس آخر؟ نعم الحكم ونسبة أمر إلى آخر. نعم كذلك الحكم المتعارف هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، من حيث إنه مكلف. نعم فهكذا، فإذا حكم يعني نسبة، فإذا الحق هو التصديق ليس التصور. نعم تصديقات، هذه هي التصديقات، يعني هذه النسب لو كانت مطابقة للواقع يقال له حق، يقابله الباطل، فإذا ماذا يكون الباطل؟ معنى الباطل حكم غير مطابق للواقع أو حكم مخالف للواقع، هذا هو الباطل. نعم ماذا أراد بالواقع؟ هو قال مطابق للواقع، الواقع ما معناه؟ معنى الواقع الثابت المتحقق في نفس الأمر من غير اعتبار المعتبر وفرض الفارض، بدون اعتبار المعتبر وفرض الفارض، يعني مقدر تقدير المقدر، بدون اعتبار المعتبر ودون تقدير المقدر وفرض الفارض، لو كان هذا الأمر ثابت متحقق موجود في نفس الأمر يقال له واقع، واقع يعني ثابت موجود. فإذا لو كان الحكم مطابقا للموجود للثابت للواقع وهو الحق، وإلا فهو باطل.
ثم هذا الحق هذا الحق يطلق على الأقوال يقال قول حق كذلك والعقائد والأديان والمذاهب لماذا يطلق على هذه الأربعة باعتبار اشتمالها على ذلك يعني أقوال بعضها مطابق للواقع وبعضها غير مطابق للواقع فإذا لو كان هذا القول مطابقا للواقع يقال له قول حق كذلك العقائد أيضا بعضها مطابق للواقع وبعضها غير مطابق للموجود والثابت والواقع إذن اعتقاد عقيدة موافقة للواقع يقال لها عقيدة حقة هذا اعتقاد حق أما الذي لا يطابق الواقع هو اعتقاد باطل كذلك قول منها منه يعني حق باطل اعتقاد منه حق باطل كذلك الأديان لو كان هذا الدين موافق للواقع دين هو وضع الله سبحانه وتعالى وضع إلهي فإذا لو كان دين شخص وهو يتدين بشيء فإذا دين رجل الذي يتدين به رجل لو كان موافقا لدين الله سبحانه وتعالى لهذا الوضع الإلهي الذي يسوق ذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو الخير بالذات لو كان هكذا موافقا لهذا الدين وهو دين حق وإلا دين باطل هذا الدين إن الدين عند الله الإسلام يعني الدين الحق عند الله الإسلام فقط نعم وسائر الأديان باطلة كذلك المذاهب مذاهب يعني الآراء في قضية لرجل رأي وهذا الرأي لو كان موافقا مطابقا للواقع الثابت المتحقق بنفس الأمر فمذهبه حق وإلا مذهبه باطل نعم المذاهب يعني آراء تيارات ثم لماذا يطلق على هذه باعتبار اشتمالها يعني حكم مطابق للواقع موجود اشتمالها اشتمال الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب هذه مشتملة على ما على ذلك يعني على حكم مطابق للواقع يعني لو اشتمل فقط ليس كل قول يشتمل على ذلك وليس كل عقيدة يشتمل وليس كل دين يشتمل بل لو اشتمل يقال له حق حق هكذا ويقابله الباطل ثم وعما الصدق ثم حكم مطابق للواقع أو مطابق للواقع كيف يقرأ هذه الكلمة هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أحمد الخيالي رحمه الله يقول قد تفتح الباء مطابق للواقع هكذا أيضا تصحيح القراءة رعاية لاعتبار المطابقة من جانب الواقع فإذا لو كان الحكم مطابقا ماذا هو المطابق الواقع يطابق الحكم هكذا على العكسي الاعتبار من جانب الواقع بملاحظة الحيثية لكن لا يلائمه قوله وأما الصدق لكن في هذه العبارة لا يصح هذه القراءة لماذا فيما بعد هو بين وأما الصدق فقد شاء استعماله في الأقوال خاصة فإذا هذا الصدق يعني يكون اعتبار الموافقة من جانب القول نعم من جانب القول ليس من جانب الواقع في الصدق الموافقة والمطابقة معتبرة من جانب القول لا تعتبر من جانب الواقع لأجل ذلك في هذه العبارة نقرأ يعني المطابق أما عندما نفسر الحق بالحكم المطابق للواقع يمكن القراءة والحكم المطابق أو المطابق نعم كلاهما ثم بعده يبين معنى الصدق
لماذا بين معنى الصدق؟ هذا غني صنيع الشراح، عندما يشرحون هكذا الكلمات يبينون معنى الكلمات المفردات اللغوية ثم الاصطلاحية، يأتي ببيان ما يشبه هذا الكلام. مثلا عندما يشرحون الحمد تابعا له يشرحون معنى الثناء ومعنى الشكر هكذا. فإذا هذا من صنيع الشراح. الكستلي يبين فائدته، فائدة هذا البيان. وأما الصدق لما بين معنى الحق وموارد استعماله ومقابله، يعني الشارح بين معنى الحق، ما هو الحق والحكم مطابق للواقع، ثم موارد استعماله، أين يستعمله؟ في الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب هكذا. ثم بين مقابله، ما هو الباطل. نعم. وكان الصدق قريبا منه في أغلب استعمالاته، مفسرا بما فسر به الحق. نعم. في أكثر استعمالات الصدق، فالصدق قريب مما من الحق. كيف؟ مفسرا بما فسر به الحق. كان الصدق قريبا، كذلك كان الصدق مفسرا بما فسر به أو فسر به الحق، ومستعملا في الموارد المذكورة. الصدق مستعمل في الموارد المذكورة. كان مظنة أن يتردد السامع، هل هما يترادفان؟ يعني الحق يطلق في القول والصدق أيضا يطلق في القول، ثم الحق معناه حكم موافق للواقع مطابق للواقع، كذلك الصدق أيضا عندما تقارب يفهم أو يتبادر أو يتردد السامع، ماذا؟ هل هما مترادفان وهل بينهما تفاوت في الاستعمالات؟ هكذا يأتي مظنة شبهة وشك. وأن مقابله ماذا؟ يعني ماذا هو مقابل الصدق؟ هل هو هذا الباطل أو يعني شيء آخر؟ هكذا يعني شبهات. إذن فأورد كلمة، فأورد كلمة أما الصدق، هكذا قال. لماذا؟ وكلمة أما إزالة لتردده وتفصيلا للمجمل الواقع في ذهنه، يعني كلمة أما للتفصيل. فإذن يفصل أي شيء لم يسبق يعني مجملا معنى الصدق، يعني لو سبق معنى الصدق مجملا فإذا هذا تكون أما للتفصيل، يعني لتفصيل ما سبق من مجمل معنى الصدق. لكن لم يسبق في الذكر، بل هو سابق في ذهن السامع. انظروا إلى التدقيق، يعني الشراح يعني حلوا هذه المعاني وهذه العبارات والكلمات أما تفصيلية، أين المجمل السابق للتفصيل؟ وقال تفصيلا للمجمل الواقع في ذهنه، ذهن السامع. فذكر أن بينهما تفاوتا في الاستعمال، يعني معناهما واحد، يعني صدق هو حكم مطابق للواقع، وكذلك الحق أيضا حكم مطابق للواقع، ليس بينهما فرق في المدلول، بل بينهما فرق في الاستعمال، بأن استعمال الصدق في الأقوال أكثر من استعماله في الموارد الأخرى. نعم. هذا صدق أيضا يستعمل أين؟ في العقيدة صحيحة الموافقة للواقع، كذلك في المذهب الموافق للواقع يقال هذا مذهب صدق، كذلك دين صادق أو دين صدق، هكذا يقال.
مع ذلك أكثر استعمالاته في الأقوال. وماذا هو مقابله؟ مقابله ليس الباطل بل مقابله الكذب. نعم عرفا. فإذا وبه ظهر أنهما مترادفان ولا تفاوت فيما بينهما غير ما ذكر. ولذا قال وقد يفرق بينهما. فإذا حسب هذا البيان الأول هما مترادفان، ثم بعد ذلك يعني يذكر استعمال فيه تفاوت بين الحق والصدق. نعم. أما الصدق أما يعني تفصيلية. نعم. هذا بيان سبب اختيار المصنف كلمة الحق على الصدق. نعم. فيه هكذا فائدة إلى هذا. أما الصدق يعني أنا بينت فائدة، يعني السامع عنده شبهة هكذا وساوس، فإذا هو بين. كذلك معه يوجد لما يختار المصنف كلمة الحق مع أن الصدق بمعناه كلاهما بمعنى واحد. فإذا ما هو فضل تعبيره بالحق على التعبير بالصدق؟ فيه بيان هذه الحكمة إلى فقد شاء استعماله في الأقوال خاصة، يعني كثرة استعمالاته في الأقوال ويقابله الكذب. ثم هنا هذا عسام الدين بيّن أمرا آخر. أما الصدق فقد شاء استعماله في الأقوال خاصة. ماذا أراد به؟ يعني دائرة الحق أوسع استعمالا، هو أوسع، دائرة الحق أوسع من دائرة الصدق. يحيط بما يحيط به الصدق، الحق يحيط بما يحيط به الصدق، فلهذا أختير على الصدق. لماذا؟ لتذهب نفس السامع في أهل في وصف أهل الحق كل مذهب ممكن. فإذا السامع يصف أهل الحق أهل الصدق يعني أهل السنة بأي شيء يصف أهل السنة في وصفه، يذهب قلب السامع كل مذهب يذهب ممكن، كل مذهب ممكن يذهب. نعم. لأجل ذلك فإذا يستطيع أن يصفه بأن قوله حق، يعني أن أقوال أهل السنة حق، أن عقائد أهل السنة حق، أن أديان أهل السنة حق، يعني دين أهل السنة دين واحد. نعم. والمذاهب مذاهب أهل السنة حق، ويكون فيه تعريض ببطلان أقوال أهل البدعة وببطلان عقائد أهل البدعة وببطلان دين أهل البدعة المبتدعة، دينهم أيضا باطل. نعم. وكذلك مذاهبهم باطلة، وهكذا تعريض أيضا. نعم. وأما الصدق فقد شاء استعماله في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. ثم وقد يفرق. نعم. هذا يفرق، هذا يعني بناء على البيان الأول كلاهما مترادفان في المدلول، الفرق في الاستعمال وفي المقابل فقط. أما هنا وقد يفرق، وبهذا يبين التفاوت في المدلول بينهما، يعني حق له مدلول، هذا صدق له مدلول آخر، هكذا أيضا استعمال. نعم. يكون بينهما خصوص وعموم مطلق. ثم وقد يفرق، هذا مقابل الشائع. نعم. فقد شاء وقد يفرق، أشار بكلمة بالتعبير بقد، بكلمة قد، إلى أن هذا مقابل الشائع. نعم. وقد يفرق بينهما بين الصدق والحق بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، الواقع يوافق يطابق قوله فالقول حق، أو مذهبه فمذهبه حق، أو هذا الواقع يعني الثابت في نفس الأمر من جانبه هذه المطابقة للدين أو للعقيدة فالعقيدة حق دين حق، هكذا. وفي الصدق على العكس، وفي الصدق من جانب الحكم،
وفي الصدق من جانب الحكم فهما يعني متباينان. ثم فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه، فالنسبة بينهما تباين. نعم. فإذا بناء على ما سبق يعني باعتبار الاستعمال الشائع بينهما يعني عموم وخصوص من وجه، لا عموم وخصوص مطلق، مطلق يعني الحق أعم مطلق، وهذا الصدق يعني أخص مطلق لأنه يطلق على القول على الاستعمال الشائع، أما الحق يطلق على القول والعقيدة والديان والمذاهب. ثم بعد ذلك مقول قوله قال أهل الحق، وهو المتن حقائق الأشياء ثابتة إن شاء الله سنشرحها فيما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وعتنا، اللهم حلا وافرا فيهما وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم، والحمد لله رب العالمين.